مسائل أو أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. بينزا سؤالنا يا بينزا مسائل مخي دينا جديد درس شروكو. نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ ولي توحيد وايو. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ مونغا دي متن دي كتاب اختيار ولي كده. لأننا طلاب. زكتش مونغا طالب العلم أنيو. الطالب العلم لابد يسير على النهج الذي خطوا لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. طالب العلم باید په هغه خط او مسیر باندې لار چې علما ورته جوړ کړی دی چې د خپل هدف ته ورسیږي. نعم، اول ما يبدا به المسلم تعلم التوحيد، واول كتاب هو هذا الكتاب. اول د ټولو نه اول چې کله مسلمان شروع کوي باید هغه توحید کتاب شروع کړي او هغه دا کتاب دی. نعم، السؤال الثالث. دریم سوال، ما هي الاصول الثلاثه باختصار؟ مختصر شكل بني اصول الثلاثه څه شي دي؟ هي الاسئله التي تسال عنها في قبرك. دا هغه درې سوالونه دي چې قبر کې تانه تپوس کیږي. من ربك؟ رب دې څوک دی؟ وما دينك؟ دین دې څه شی دی؟ ومن نبيك؟ نبي عليه الصلاة والسلام. نعم، السؤال الرابع، ما الفائدة، ما الثمرة التي نجنيها من دراستنا لهذا المتن المبارك؟ بينزم سؤال دا دي چې دې فائدة سدا دې متن دا ویلو نه فائدة او ثمرة سدا چې مونږ دا وایو. الفائدة والله أعلم أننا إذا تعلمنا الآن في الدنيا هذه الأصول الثلاثة. فائدة يدينا والله أعلم دادة كشرت الدنيا كي مونغ دادري سوالونا يادكرا. ثم عملنا بها. أو بيام وربان دي عملوك. ثم دعونا إليها. بيام أغيت رفت دعوتوك. صبرنا على العلم والعمل والدعوة. فعلم عمل ودعوات بان دي مصبروك. نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. فالدنيا كجداك وإن شاء الله تعالى قبرك بجواب تمون تياريو. السؤال الخامس والأخير، بينزم سؤال أو آخري سؤال، على ماذا يحتوي هذا الكتاب المتن المبارك؟ فدي كتاب كيس شهدي ذي احتواء ومتن سشهدي. يحتوي على أقسام خمسة. دا بينزق قسمونه باند مشتمل ده. المسائل الأربع، سلور مسائل، علم وعمل ودعوة وصبر، علم عمل دعوة وبدي باند صبر. القسم الثاني، المسائل الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة. دوام قسم توحيد دري قسمنا. نعم، الثالث، لماذا ندرس التوحيد؟ دريم ولي من توحيد وايو. الرابع، شرح أسئلة القبر. سلورم دي قبر دي سوالون وتشريح. ثم الخامس والأخير الخاتمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد، والله أعلم. بنزم اغا خاتمه ده الله نه دا سوال کو جزمغه اخري خاتمه په توحيد باندې کی، والله اعلم.